عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ونبدأ الحديث عن هذا الملف الهام. يعني دكتور عز، كيف ترى وضع حقوق الإنسان في مصر بعد عام على رئاسة الرئيس محمد مرسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قبل أن نتحدث عن ملف حقوق الإنسان وهذا الملف الآن بالتحديد، أصحح المعلومة بس، ما هو موجود في الرابع ليس مئات، ولكن إن شئت فقولي مئات الألوف يعني، لكن مئات هذا لفظ غير صحيح. وعلى عموم الكاميرا لا تستطيع أن تحصيها يعني. أنا جاي من هناك. نعم. أنا جاي من هناك، هناك مئات الألوف الآن، وسينضم إليها المئات الألوف الأخرى، ستكون مليونية، كما ذكر الأستاذ توفيق العكاش الأسبوع الماضي بأنهم 12,000، لكن في الحقيقة كان في 3 مليون على الأرض. نعم. يعني هات الكاميرا، ممكن تكذب الكاميرا. قبل نضيف المناوي وجه الكاميرا أثناء ثورة 25 يناير على كوبري أكتوبر، وقال إنه ما فيش حد والناس مشيت وانتهى، فالكاميرا تكذب طبعًا. نحن مستطيعين نرى الكاميرا تكذب وتصدق، بيدنا هذا الأمر. ملف حقوق الإنسان في مصر لا شك أنه كان ملف قبل ثورة 25 يناير كان التعذيب ممنهج، يتم في أقسام الشرطة، يتم في أماكن الحجز، يتم في المعتقلات، يتم في كل الأماكن. نعم. إهانة للمواطن المصري في كل مكان من ضباط الشرطة. لذلك قامت ثورة 25 يناير أساسا قامت في يوم عيد الشرطة، وأساسا بسبب التجاوزات وانتهاكات الشرطة التي تمت طوال هذه الفترة. عندما ننظر إلى فترة الدكتور محمد مرسي تحققت أمور على الأرض، أنا لا أقول تحققت بنسبة كاملة، لكن بعض الأمور تحققت ونستطيع أن نلمسها وأن نرصدها. أولا، تم إلغاء الحبس في عقوبة تم إلغاء جريمة عقوبة الحبس في جرائم النشر لأول مرة، وهذا كافح الصحفيون منذ الأربعينيات ولم يتمكنوا من هذا الأمر. الأمر الثاني، أصبح إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وهذا أيضا مكتسب جديد من مكتسبات الثورة في هذا المجال. تم تنازل الرئاسة عن البلاغات التي قدمت ضد الإعلاميين، لم يحل أحد إلى المحاكم العسكرية طوال هذه الفترة. مصر تفخر الآن أنه ليس لديها معتقل سياسي أو محبوس سياسي في مصر. تم باتفاق بيني وبين الدكتور إيهاب الخراط عندما زرنا الرئيس في قصر الاتحادية، وعرضنا عليه أن يكون هناك فرع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالفعل استجاب الرئيس، ولأول مرة في منطقة شمال إفريقيا يكون هناك فرع للمفوضية وهو في مصر، تم تأسيسه في مصر. أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حافظ على ترتيبه ونظامه، أنه ما زال في المنطقة ألف ولم ينزل إلى باء، بالرغم من مطالبة المنظمة الدولية بتعديل القانون، وهذا أمر كان مطلوب حتى من المجلس السابق. وبالفعل نحن في مجلس الشورى عدلنا القانون بما يؤدي إلى استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبما يؤدي إلى النهوض وتكريس حقوق الإنسان وعدم انتهاكها. حدث طبعا ويحدث، وأنا لا أبرئ الشرطة في هذه المناسبة، هناك بعض الانتهاكات، لكن إذا قارنا هذه الانتهاكات بما كان هو قبل الثورة، نقول هذه الانتهاكات هي انتهاكات فردية ليست ممنهجة كما كان الوضع والواقع قبل ثورة 25. طيب، أنا استمعت لكل النقاط اللي ذكرتها، اسمح لي أن أنا يعني أناقش حضرتك في بعضها. طبعا. يعني هناك دراسة أو تقرير من المركز المصري لحقوق الإنسان بيقول أن عدد الاعتقالات في عام من رئاسة الرئيس مرسي بلغت أكثر بكثير مما يعني 18,000 في 30 سنة لحسني مبارك، 3,400 وأكثر من هذا اعتقالات في عهد الرئيس مرسي. حضرتك قلت ان هناك لا، دعيني اتوقف بس عند هذه النقطه. نعم. قبل ان نتجاوزها، ايضا مركز النديم عمل دراسه مشابهه، وعندما طالبنا بان يقدم لنا الاسماء والمستندات لم يقدم اسماء والمستندات. فانا ممكن اطلق كلام على عواهنه الان انه عصر مرسي عصر ظلامي ليس فيه كذا كذا كذا، ما اسهلها، اطلق هذه الاعيره الناريه هذه في الهواء، لكن انا اقول من يدعي او يزعم هذا الامر عليه ان يقدم مستند بحث، وعندما طالبناهم بان يقدموا لنا مستندات بالاسماء وبالحالات التي وقعت لم يقدموا لنا مستندات. فانا اطالب هذا المركز المحترم الدراسه التي قدمها يقدم لنا الاسماء والعناوين التي حدثت في هذه الانتهاكات، ونحن ايضا مطالب
مطالبين كحقوق إنسان بأن ندعم هذه القضية، لأن جرائم الانتهاك وجرائم الاعتداء على حقوق الإنسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم، حتى ولو بعد 20 سنة بعد 30 سنة من حق من وقع الانتهاك أن يحرك هذه القضية، ومن حق أن يقتص ممن اعتدى عليه أو انتهك حرية. نعم، يعني أرجوك أن تتابع الصورة من ربع العدوية. كاميرا MBC رصدت الموجودين، أعتقد أن الأعداد كبيرة. الكاميرا لا تكذب، لا مصلحة لنا نحن نغير الحقائق. إذا كانت زي كاميرا المناوي يبقى بتكذب، إذا كانت إحنا كاميرا مش التلفزيون المصري اللي هو دلوقتي بيرأسه الأستاذ عبد المقصود اللي هو من الإخوان المسلمين، فأعتقد مش هيكذب يعني. تفضل. طيب، موضوع آخر، حضرتك اتكلمت عن حرية الصحفيين، ولكن مع ذلك تم استدعاء صحفيين تلفزيونيين بالأمس، أكثر من شخصية من بينهم ريم ماجد، يسري فودة، إبراهيم عيسى. تم محاولة اعتقال بالأمس دكتور عكاشة، تم غلق القناة. يعني كل هذه لا تراها أنها نوع من الانتهاكات يعني؟ لا، يعني هذه أشياء جنائية يعني. نعم. عندما هل